في يوم السبت اللي فات تم عرض حلقة جديدة من البرنامج الترفيه هانت وزيو على قناة NBC، وتحديدا في الحلقة دي اتكلم يو جاي سوك عن أهمية التسويق عبر الانترنت، وتفخر بكم الشهرة اللي حصل عليها من بعد ما نشر صورته مع روزي من بلاك بينك. وللمقطع الذي كنت أقف فيه في ممر المشير مع صورة العضو روزي من بلاك بينك حصل على 830 ألف مشاهدة وعلى أكثر من 56 ألف إعجاب. لقد حصلت على كثير من الإعجابات بفضل العضو روزي من بلاك بينك، وده اللي خلى كل الحاضرين في البرنامج يضحكوا على مدى صراحة يو جاي سوك الشديدة. ومع باقي أخبار بلاك بينك، كان عام 2023 سنة مليئة بالإنجازات العظيمة لفريق بلاك بينك، بداية من جولتهم العالمية والأداء في مهرجان كوتشيلا وهايد بارك لحد ما حصلوا على لقب الـNBA. وخلال مقابلة روزي الأخيرة مع مجلة دبليو كوريا اتكلمت عن نهاية جولة بوني بينك العالمية، وقالت استمرت الجولة العالمية لمدة 11 شهر وزرنا أكثر من 22 دولة وقدمنا 66 عرض كامل. انتهت الجولة العالمية يوم 17 سبتمبر في سيول، وعندما غادرنا المسرح لم نستطيع إلا مدح بعضنا البعض بشكل متكرر على عملنا الجاد. وعلى الرغم من أن الأمر كان ممتع جدا، ولكنه كان مؤلم جدا لأن توديع الجماهير يمكن أن يؤذي أي فنان. وعلى الناحية التانية، بعد انتهاء حدث المادبة الكورية في لندن، عاد جيسو وجيني وروز الكوريا الجنوبية مع بعض وظهروا في المطار وهم سوا، وكان في انتظارهم عدد كبير جدا من المعجبين ووسائل الإعلام الكورية. وفي نفس الوقت ليسا مرجعتش الكورية مع باقي العضوات، وعلى الرغم من ان ليسا لحد دلوقتي محدش عارف هي فين، سواء كانت في لندن او راحت لباريس عشان تكمل جدول عملها الفردي. كمان ليسا قدرت تخطف كل الانظار بفستانها الساحر شبه الاميرات، ولكن المعجبين انتبهوا شيء مهم جدا، وهو ان مصفف شعر ليسا مختلف تماما عن مصفف شعر وكالة YG. كمان زي ما كلنا شفنا، كان ستايل ليسا مختلف تماما عن باقي عضوات بلاك بينك طول المادبة الكورية، وده اللي خلى المعجبين عندهم فضول كبير. هل فعلا اشاعات ترك ليسا وكالة YG حقيقية؟ وانها فعلا ما جددتش العقد مع وكالة YG كفنانة منفردة؟ وانت اكتب لي في التعليقات ايه هو رأيك، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.